25-store, five-year program. We are opening, obviously, now in Casablanca, five stores in the next 6 months, followed very closely by Rabat, and then hopefully we will go into Tangier and also into Agadir. We hope to do at least 25 stores, if not more, within the next 5 years. المشروع ديالنا هو نفتحوا ان شاء الله 25 محل في غصون 5 سنين القادمة. هذا الافتتاح ديالنا الثاني، ولكن من هنا لنهاية السنة غادي يكونوا 5 افتتاحات الاخرين، مجموع 7 افتتاحات في السنة. والمشروع اللي هو ولا لومبيسيون ديالنا هو نفتحوا ان شاء الله 25 في جميع انحاء المملكة، انطلاقا من مراكش، الدار البيضاء، الرباط كمدن اساسية، شمال المغرب مركزها طنجة، وجنوب المغرب مدينتي أكادير والعيون إن شاء الله. قضية المغرب كنا كنجيو بمثابة سياح للمغرب، جذبنا المغرب بالثقافة ديالو، بالمخطط التنموي والاستثماري اللي كوقع فيه، بلد في طور النمو بواحد الوتيرة اللي هي كبيرة بزاف، وبغينا نكونوا حنايا مشاركين في هذه الاستثمارات وفي هذا المخطط التنموي للمغرب. كوستا كوفي كوستا كوفي ماركة ولا علامة تجارية لعشاق القهوة، بريطانية الأصل، صار لها أكثر من 55 عام وهي كاينة في الوجود متواجدة، كاين عندهم أكثر من 5000 محل في أنحاء العالم، في القارات وفي الدول تقريبا كاملة، وبغيناها تكون في المغرب حاضرة بقوة كيف ما هي حاضرة بقوة في انجلترا في انجليز.